موسى عليه السلام بعد أن فرغ من دفن أخيه هارون، فأوحى الله إليه: ما يبكيك يا موسى؟ قال: يا رب أخاف على أخي هارون. فقال الله تعالى: يا موسى، لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك. يا موسى، خلقتهم على ظهر الأرض مرزوقين، أو أنساهم وهم في بطون الأرض مقبورين؟ يا موسى، إنني لا أنظر إلى العبد إلى كثرة معاصيه، ولكنني أنظر إلى قلة حيلته. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أيها الأحبة الكرام، هيا بنا نختتم هذه الليلة القرآنية المباركة مع قارئ وهبه الله مزمارا من مزامير آل داود، تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآدابه، ملأ الدنيا كلها بتلاوة القرآن، فأكرمه الله بكرامة القرآن، ورفعه ربي بالقرآن مكانا عليا. طاف العالم شرقا وغربا كسفارة متنقلة لتلاوة القرآن الكريم، صاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات، والتي ينهل منها الجميع على قدر استطاعته. قيصر النغم صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، يتفضل فضيلته مشكورا يتلو آيات مسك الختام. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا
الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنت
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بطل كلام انت يا ابن انت عامل مش كده هيبص الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ربنا يبارك فيك ويصلح حالك يا مولانا الصلاة على الحبيب
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله العظيم الفاتح.